السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم وجهتنا إلى مدينة سطاوالي في ولاية الجزائر. مدينة سطاوالي يعني مدينة عريقة ومعروفة بالنسبة للسياح. وجهتنا اليوم خوتي إلى كوكو أنيمالكي، يعني شروم ما شاء الله، يعني خاص ببيع الكلاب والقطط. الشروم هذا كان الافتتاح تاعو اليوم 16 ماي 2022. إذن راح تشوفوا معنا يعني الكلاب والقطط اللي موجودين داخل هذا الشروم. هو شروم جميل جدا ورائع، يعني بمواصفات نقدر نقولوا عالمية، يعني ما سبقناش وأن شفنا دي شروم هكذا في الجزائر. لهذا يعني راح تقدروا تكتشفوا هذا الحاجة الشابة اللي راهي موجودة هنا في مدينة سطاوالي، وإن شاء الله تقدروا تزوروا المكان وراح تكتشفوا الشروم هذا كذلك. بالنسبة إلى الحيوانات اللي راح تشوفوها الداخل، ربما كلاب اللي حبيتوا تكمونديوها أو حتى قطط، يعني ما راحش كامل يكون المشكل، راح تقدروا تكمونديوها ويجيبوها لكم حتى لعندكم إن شاء الله. كذلك كاين ناس اللي ربما عندها قطط أو عندها كلاب وما عندهاش مكان وين تخليهم، ربما راح يديبلاسيو فاكونس أو ربما راح عندهم أي شيء اللي ما راحش لازم يخلي الكلب تاعو وحده أو القط تاعو وحده في الدار. يعني كوكو أنيمالغي راح هي اللي تستبنى لكم الكلب هذا ولا القط، يعني حتى العودات تاعكم. إذن خاوتي ندخلوا نكتشفوا هذا الشروم الرائع الخاص بالحيوانات مع قناة ناصر تي في حصريا. عدنا إليكم، وهذه الواجهة تاع هذا الشروم، يعني هو شروم رائع خالتي، يعني بمواصفات نقدر نقولوا عالمية، لأنه ما سبقناش وأن لقينا محل مثل هكذا في الجزائر. نبدأ يعني بالقطط خالتي، إذا محبي القطط في الجزائر موجودين بكثرة، والآن يعني القطط ولاو حاجة طوندونس في الجزائر. هذا القط اللي راح نقدروا نعرفوا الاسم ديالو هنايا في التيكات هذه اللي خاصة به لهنايا. شيء جميل، كل حاجة نقية، يعني حتى ربما للعائلات يجوا يجولوا لهنايا، يعني حاجة جميلة جدا اللي شفناها في أوروبا، وإن شاء الله كذلك راح تتعم هنا في الجزائر. هذا القط راهو راقد، يعني راهو مروبوزي، ولكن نخلوه فقط هكذا يا خالتي. تشوفوا هذا الجمال اللي راهو في هذا الشروم. عندنا كذلك شا بنغال، هذا اللي راح يشبه النمر في المواصفات تاعو، وهو جميل جدا. محبي القطط على بالي بلي هذا الشروم راح يعجبكم كثير وتقدروا تتوجهوا لهنا. هذا أول يوم لهم وكان استقبال ما شاء الله هنايا في الشروم هذا، يعني حاجة جميلة جدا ورائعة. خاوتي لي بوكس هذوما مازال ما تعمروش بالكلاب، يعني راح تكون عندهم منطقة جميلة جدا من راح يكونوا ويروبوزيو صراحة. إذا نبدأ بأول كلب اللي راهو هنايا. هنا
نتمتعوا ان شاء الله كي نشوفوا حاجه خبخ كيما هذايا. هذا يعني هكذا يا دائما سي كوكو انيمالغي. كذلك محبي الكانيش عندنا هذا راهو جا لعندنا الان تقدروا تشوفوه ما شاء الله. أول مرة وحصريا في قناة ناصر تي في. إذا نشوفوا هذا واش من الصنف. هذا سي بيشون ما هادي إذا نشوفوا كذلك هذا الشيء ليه كذلك جميل جدا ورائع. 20 مليون. جمال رائع. بالنسبة لهذا النوع من هذا الكلب يعني هذا هو النوع ديالو. كذلك عندنا هذا النوع هذا في الهاسكي سيبيريا. نروحوا كذلك هذو الكلاب اللي نشوفوهم في الافلام وشفناه ربما في الفيلم تاع دماسك الى شفتوا عليه. هذا الكلب اللي يلعب مع دماسك. شوفوا خوتي يعني متعه. وهذو ما كاين متحمل حبي هذا النوع من الكلاب. راح نشاهدوا اسم تاعو وليدونديتي تاع هذا الكلب. هذه ستين فيمال دات دو نيسونس جايده في نوفمبر 2020. كذلك نجوزوا لهذا النوع. صراحة محبي الكلاب يعني شروم اللي راح يعجبكم بزاف نتمنى تزوروه. وبالنسبة للكلاب اللي ربما ماشي موجودة راح تكون يعني في الأيام القريبة إن شاء الله. وكما كنت صرحت لكم أنه أي كلب أو أي نوع من نوع الكلاب أو القطط راح تقدروا يعني تكمونديوها وتكون عندكم ماشي كامل المشكل. ربما في الكانيش كلاسيك سابق. نشوفوا ليدونديتي تاعو. ها
هذا كانيش. دائما نكمل معكم هذا ما جيبونس انا يا سي بور لي فام باسكو لي فام لا دور هذا لو جوغ تاع الكلاب. هيا منا هيا حبينا يدور باش تشوفوه قدامكم هنايا صافي ان غران بليزير خاوتي. حتى صالون في اي بي كاين يعني كي تجو تقعدوا يا اوكان بروبليم. ها هو جال عندنا صافي بليزير. هذه سي لافيش ديالو هذايا راهو داب دو نيسونس ديالو سي جونفي 2022 سان جان. هذا سامو خاوتي دائما بور لا كوموند تاع اي حاجه اي موديل تاع ان شيها يا با اوكان بروبليم كومونديوه راح يلحقكم اوكان سوسي. نيمبورت كال راس اللي جاتكم يعني في ليدي تاعكم في راسكم راح تلحقكم يا با بروبليم. خاوتي هنايا بوكو بليس علاش ديموندين علاش ما جابوش هنايا باغ اكزومبل نقدروا نقولوا بالاك لي بيتبول ولا هادوما لي غرون شيان ولا باسكو سي ان دونجي ان تي بي على الغاشي ولا مي ماشي كامل المشكل. اي حاجه تكومونديوها راح تلحقكم. قلت لكم اوسي عندهم ان اوتيليري خاوتي هكذايا راهو لاحق الفاكونس والفاكونس تاعكم ربما لازم تروحوا تجوزوا ان فاكونس وين تخلي لو شيان تاعك وين تخلي لو شا تاعك. الوغ عندهم ان اوتيليري تقدروا تجيبوهم تخلوهم لهنايا يتهلاو فيهم ياكلوا يشربوا ما راح يكون عندهم حتى بروبليم. نزيدوا تجوزوا عند هذايا هذا جو بونس سي لو ميم كيما لو برومي هاديك شوف هذا سي ان مال ولا دو مال سي حاجه اكسترا خاوتي عجبتني باسكو سي حاجه بروبر حاجه نقيه باسكو حنا نقدروا نقولوا سيرتو بوكو بليس بور لي شيان ولا حاجه مسخه ولا مي صافي ان غون بليزير تشوف ان شيغون كيما هذايا. ميم قلت لكم لاكاي ديالهم سي اكسترا وخاوتي اوسي كاين دوكا تشوفوا المستلزمات الخاصه بالكلاب اوسي راح يكونوا عندهم ثاني لي كروكات تاعهم لي خاصين ماكولات لي خاصه كامل بالكلاب. نشوفوا كذلك هدايا هاوليك لو نون ديالو وكل شيء. ما تنتقدوش قناة ناصر سيلفو بلي انا سي جيست نحب نلحق لكم حاجة كي تكون جديدة فقط خاوتي سينو دائما قناة ناصر تي في هي همزة وقت فقط. شوفوا يعني سي حاجة شابة راهم يلعبوا حاجة شابة وسي توجور هذا سي الميم موديل اللي شفناه مع الاولاني. الوغ نروح لكم الحاجة سيركريز حاوتي صافي ان كرون بليزير كي تشوف شيو كيما هذايا. بون اصلا دوك نقول لكم الى ستان شيو او با باسكو شحال لاج تاعو مي هذايا بون سي با ان شيو باسكو راهو كبير خاوتي. هذا زايد في جوان 2021 وشوفوا لاطاي ديالو سي هذه هي لاطاي اللي راح تقدر تكون خاوتي نسيو نقابلوهم لهيك باسكو يعني خاوتي شوف حاجة شابة بزاف سي اكسترا يعني وين تقدروا ان شاء الله. بون سي ديزولي فخرتي باسكو علاش بور لي فيتر هكذا ماشي يبان لكم مليح مي بون شباب بزاف حاجه اللي شابه. ايا فهمتي هذايا لاج تاعو راح يقدر يكون برسك عام وشويه باسكو راهو زايد في 2021 سي ترونكيل فهمتي. هذه سي حاجه نقدر نقولوا بارتيت ستيل ولا مي بون دي شيو حاجه شابه بزاف. شوفوا شوفوا يعني لافيش تاعو واش راه تقول. هذه هي لافيش قلت لكم سامال جوان 2021 هذه كان باسبور بيس يعني كل حاجه كاينه خاطي بالنسبه للاسعار قناه ناصر تي في خاطيها في الشيء هذايا. انا سي جست حبيت فقط نعطي لكم نوتر سيرفريز كذلك اللي راهي هنايا شابة بزاف خاوتي. لا سيربريز هذه هي شوفوا ايا شابين بزاف خاوتي كذلك شوفوا هذوما سي اكسترا خاوتي شغل يبانو سي دي بيلوش هذوما ما يبانو سي دي شيو ولا هادو دوك ما باش اسكو دي شيو صغار ولا كبار مي بون شابين بزاف سي دوماج لو فيتخ اللي راهو يرجع لي سينون تشوفوهم تخي تخي بيان في ال هذوما شابين حاجة لي نقدر نقولوا حاجه ستيل حاجه لي سي با انتم تعرفوا
نروح نشوفوا لافيش تاعهم. تجور هذا الشيء وكذا عليك شباب بزاف. نشوفوا لافيش هكذايا باش تعرفوا. هادو ما ويز هادو ماس خاطي بالمناسبة. هادو ما سان كوبل سان مال إيفي مال. هذا سان مال هذا هو لو نون تاعهم. لا دو نيسونس سي مارس 2022. ما عندهمش هادو سيدي شي مالا صغار يكون عندهم شحال مارس أبريل ماي 3 موا افيك باسبور افيك لابيس كلش لا بايتو. هادو هما صافي ان بون بليزير توجور افيك لي شاك. كذلك دوك نعاودو ليكم هذاك لي ناض شباب بزاف باسكو ما كانش نايض قبيله. شوفوا هدايا سي نعمل اشارهم طوندونس هنايا في الجيري شباب بزاف. لافيش تاعو هذه هي لافيش ديالو. هذه شي فيمال زايده جونفي 2021. عندنا اوسي هدايا شوفوا شحال شباب. هادي سي لافيش برينسيبال. سي اكسترا هكذايا درنا لكم نظرة يعني على لي زانيمو اللي راهم متواجدين هنايا. دوكا تقدروا تزيدوا تشوفوا المستلزمات اللي راح يخصوا كلكو سوا بالقطط حتى بالكلاب. ودائما نعاود لكم خاوتي اي حاجه تحبوا تكومونديوها يا با بروبليم يعني نيمبورت كيل موديل كلكو سوا فليشا ولا فليشيا ما عندكم حتى مشكل. كذلك بور لوتيل حبيتوا ديبلاسيو الفاكونس ديالكم تروحوا تحوسوا ما لقيتوش وين تخليوا القطه ديالكم ولا الكلب ديالكم اوسي كاين لوتيل هنايا سبيسيالمون بور ليشيا ولا ليشا. الوغ تروحوا مهنيين ودوزوا الفاكونس تاعكم تري زالاز. اوسي خاوتي عندنا بالنسبه ليزيميغري تاوعنا اللي نحيوهم بالمناسبه وراهم يتبعوا هنا كذلك خاوتي لا ليفريزيون باري انيس كذلك حيني حتى حاجه اللي حبيتو تكمونديوها انتم كذلك راهمكم متواجدين في الغربه عندكم لا ليفريزيون. عندنا في باري وعندنا في نيس. بالنسبه اللي راهم هنايا في الجزائر كذلك خاوتي لا ليفريزيون هاتو لي ولا بلجي يعني اي ولايه هنا في الجزائر تلحقهم ا دوميسيل ما كان حتى بروبلام يعني سي بور لا كونفيونس سي كونفيونس توتال. سينو بور يعني لو شيان تاعك لو شا راح يلحق يعني كما يقولوا في صحه جيده. دائما نعاود نذكروا كذلك خاوتنا اللي راهم متواجدين في الغربه اي حاجه حبيتوها راح تلحقكم كذلك كلكو سوا يعني لا ليفيزيون في باري ولا في نيس. هذه هي ندوزو الان خاوتي عندنا ربما هنايا مستلزمات اللي خاصه بالكامل الحيوانات بليتو بالكلاب والقطط هكذايا. هادو هما بور لي كروكاتيتو ان شاء الله راح يلحقوا. هادو هما هادو اليامات يلحقوا كاين يعني كذلك كامل ان شاء الله لي كروكات راح تلقاوهم لهنايا في الشوروم هدايا لانه خاوتي قلتلكم يعني بمواصفات نقدروا نقولوا عالميه. صافي ان كرون بليزير ندخلوا ونشوفوا الشوروم بهذه الطريقه. دائما يعني قصرنا حتى يعني مع المدير قال لكم مرحبا بكم تفضلوا وجوزوا ان شاء الله راح يتهلاو فيكم ما كان حتى بروبلام ان شاء الله. يعني حتى لوفرتير لاكي كانت يعني اكسترا خاوتي يعني سي با فاسيل يعني باش تشوفوا لوفرتير كيما هذايا يعني هكذا. بالمناسبه خوكم ناصر يحب بزاف لي ماكارون الوغ نضربوا وحده من لي ماكارون خاوتي يعني صافي ان كرون بليزير. دوماج يعني سينو نقول لكم صايلي بيان فيني باش تجي معنا ولكن تقدروا تفضلوا ماشي كامل المشكل. كذلك خاوتي هكذايا بالنسبه للادويه اللي راح تلقاوهم كذلك لهنا اللي خاصين بالكلاب ولا للقطط لي شامبوان تاعهم سبيسيالمون بور لي شا لي شيان كذلك يعني اي حاجه خاوتي حتى قلت لكم سيرتو سيرتو لاكاي يعني ما شاء الله. عندنا دي دام لهنايا الله يبارك يخدموا عندهم واحد لا ريسيبسيون ما شاء الله خاوتي. الو تقدروا تجوا خاوتي يعني تكون حتى لاكا يعني سي ما شاء الله. شوفوا افيك ان صالون تقدر تجي تقعد تريح تنيغوسيتو سي حاجه في اي بي. هذه هي سي الاس يعني سي ترونكيل. هذه هي
سي ليكم ان شاء الله كي تجو نتوما راح قادر الياس تري تري بيان يعني كي نيغوسيو تري زالاز تحسوا روحكم يعني راكم في داركم. الان خاوتي راح نتوجهوا لهنايا يعني كاين اوسي انفيتينا بلس لوتيل اللي راح تشوفوه ان شاء الله. هكذايا خاوتي سي جي سو سول سي تري زالاز. اذا خاوتي شوفوا يعني فيتيرينار لهنايا خاوتي يعني سبيسيال مون فوق الشيان لي شا شوفوا لي بوكس هدايا هادي ما نقدر الله يبارك شوفوا خاوتي الله اون بليس خاوتي تقدر تخير لا بلاص تاعك وين حبيت يعني هاي الله سي حاجه يعني كونفيونس توتال بار اكزومبل كيما لو شيان هدايا شوفوا لي راهو هنايا هاوليك خاوتي في الكابيناج ترونكيل الاز يقعد ما عنده حتى بروبليم خاوتي يعني قلت لكم سي بالك خير من اللي راهو في الدار يعني صراحه خاوتي سي بوكو بليس انا الحاجه اللي نحب نبازي عليها سي حاجه بخوب حاجه طوب ما شاء الله هنايا سيرون كيما قال لكم خاوتي هنايا عندهم بلاجي هاي والله كل واحد واش حاب يعني يخير كيما حب هو يعني صافي ان غرون بليزير خاوتي باغ اكزومبل عندنا هذا لي شيان كذلك شوفوا لي راهو كذلك هنايا هنايا هكذا خاوتي اذا درنا لكم براسك كل شيء اونكور خاوتي توجور افيك لو سيرفيس شوفوا خاوتي هنايا سي صح دابا تاع لو شيان لا لو شيان خاوتي هنا يدوشوا له هنا ينقيو له تري زالاز ترونكيل خاوتي يعني قلت لكم كل حاجه بروب يعني رانا راهي حاجه كيما الدار الله يبارك هنا الشيشوار تاعو الشيشوار كلش يعني كل حاجة موجودة وهنا هي سي لاصال داتون افيك افيك كانتيني توجور سي كوكو انيمالغي خاوتي هذا يشفاو عليه توجور هذا هو لو لوغو تاعهم كوكو انيمالغي مام خاوتي في المابس اكتبوا كوكو انيمالغي صباوالي راح تلحقوا حتى لهنا كيما لحق خوكم ناصر يعني يا اوكان بروبليم يعني ما تفيد ما والو حتى لا كويزين وكاينه الله يبارك. اذا متتبعي قناه ناصر تي في ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله معنا هنايا في هذا الشوروم يعني صراحه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا سي توجور كوكو انيمالغي خوتي اكتبوا في المابس كوكو انيمالغي كما راكم تشوفوا هنايا كوكو انيمالغي سطاوالي في المابس كيما الحق خوكم ناصر تلحقوا نتوما الاز تبع المابس تلحق لسطاوالي سيرتو مع السيف تضربوا جوله لاكريم كاين هنايا خاوتي لا بلاج قدامكم ازير بلاج الشيراتون كذلك خاوتي سيدي فرج بالام بيتش يعني راهم كامل هنا الاماكن هذو مالي خاصه بالسياحه وتجوزوا لهنايا راح تستمتعوا اذا دائما نقول لكم قناه ناصر تسهر على جالكم قناه ناصر تي في راهي هنايا على جالكم اذا خاوتي نتوما كذلك ما تنساوناش بلي بارطاج تاعكم بلي لايك تاعكم بلي جام تاعكم بالاشتراكات اللي ربما شاف الفيديو ده ما اشتركش اذا اشتركوا في القناه قناه ناصر تي في تحييكم سلام.